العالم مش حاجه من غير ما تروح حاجه مش كده ما كاينش مينش جات الفرصه اللي اصبحت في هذا اللقاء اليوم الذي تنظمه الأكاديمية الجوية التربية والتكوين لجهة دخل والذهب ومصالحها الإقليمية مع المنتدى الوطني، يأتي في إطار التعبئة الشاملة حول المدرسة المغربية من أجل أن تأخذ مكانتها ومن أجل كذلك أن تلعب دورها في تنشئة المجتمع وخاصة المتعلمات والمتعلمين وانفتاحها على محيطها الخارجي سواء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فلا يخفى على الجميع دور المدرسة المغربية في تنشئة المجتمع وفي تخرج أجيال تتحمل مسؤولية الوطن وتتحمل كذلك مسؤولية النهوض على كافة المستويات سواء الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد. لقاءنا اليوم هو حول تنزيل وأجراءات اتفاقية شراكة على المستوى الجهوي تم توقيعها ما بين وزارة التربية الوطنية ومنتدى المواطنة. هذه الاتفاقية تسعى إلى التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية، وهذه التعبئة المجتمعية تقتضي تدخل كل الفاعلين ذوي الارتباط بالمدرسة العمومية من أسر، من جماعات ترابية، من وسائل إعلام، من مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، على اعتبار أن دور المدرسة ووظيفتها لا يجب أن يقتصر فقط على التدريس والتعليم ومنح النقاط واجتياز الامتحانات، بقدر ما يجب أن تساهم إلى جانب مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى في بناء شخصية المتعلم وفي منحه الكفايات والقيم التي يجب أن يتملكها للعيش في مجتمع متضامن متسامح متعايش فيما بين كل مكوناته وفيما بين كل أفراده. وهذه القيم من طبيعة الحال تنبني كما قلنا من داخل المؤسسات التعليمية، ولكن بمساهمة وبتضافر جهود باقي المتدخلين مع المدرسة، وهم الفئات التي سبق وأشرنا لها والتي تشتغل كلها في حقل التربية من أسرة ومجتمع بكل مكوناته وبكل مؤسساته وهيئاته. تنزيلا للمشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية، خاصة التدبير المتعلق بالنزاهة والقيم وأيضا التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية. فمن خلال هذه المشاريع الرؤية فالوزارة أعطت أهمية كبيرة لهذا المجال، خصوصا أو نتيجة أو بالتالي على إثر بعض السلوكات التي بدأت يعني تظهر على المستوى المؤسسات التعليمية. وبالتالي فمن خلال هذه المشاريع أعطت أهمية كبيرة لهذا المشروع أو لهذا المجال. وفي هذا الإطار فالأكاديمية تنظم اليوم لقاء تواصليا حول أو من أجل التعبئة حول المجتمع حول المدرسة المغربية من طرف جميع المتدخلين في الشأن التربوي. فالمتدخلين أو المجتمع بكل مكوناته فهو نتاج للمؤسسة المغربية، وبالتالي فكل مطالب من أجل المساهمة ومن أجل الرفع أو الالتفاف حول المدرسة المغربية. لذلك فالوزارة أيضا أعطت أهمية كبيرة لهذا المجال ولأجرأت هذا المجال النهوض بهذا بمستوى القيم على مستوى المؤسسات التعليمية. فقد كان توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ومنتدى المواطنة لمنتدى المواطنة، وعلى إثر هذه الاتفاقية وتفعيل هذه الاتفاقية فالأكاديمية سطرت برنامجا للتعبئة المجتمعية حول المدرسة المواطنة. وكإجراء أولي لهذا البرنامج فيأتي هذا اللقاء لتوقيع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة ومنتدى المواطنة.